أصدقاء البيت الصيني جايب شغلات كلش حلوة مثل العادة. مثل ما تشوفون ذني الأغراض راح نطب أنا وياكم. تعالوا وياي ناخذ جولة بالبيت الصيني ونشوف شنو البضاعة جاي عندهم. طبعا البيت الصيني عنوانه خلف شارع المسبح في بغداد الجديدة مقابل الطاقة أي أبو توك توك تطو 1000 دينار ويوصلكم. هاي ما شاء الله البيت الصيني طبعا عندهم كوزمتيك خاص، جدوره، طاوات، مفروشات. طبعا بصراحه هذا القسم خلاني اشتاق الرمضان، عندهم شغلات كلش حلوه، بالخصوص هاي التمريه اللي راح اشتريها قبل ما اصور. سعرها 2.5 بس كلش حلوه، شوفوها بالتصوير وطوني رايكم اذا عجبتكم. قاعد تشوفون هذا القاطع، هذا قسم خاص بالرمضانيات، كل شيء يخص رمضان. كل عام وحضراتكم بالف خير مقدما، وإن شاء الله يعود عليكم بالأفراح. موجود هنا بالبيت الصيني، راح نصور لحضراتكم إن شاء الله بشكل كامل بمساعدة أختنا سمرة. شلون السمرة؟ شلون صحتك؟ ولو شوية حنتعبك اليوم؟ زين رحم الله عليك. شنو بنبدأ هاي؟ شنو هاي سمرة؟ مبخرة رمضانية. زين، متوفرة باللون الأسود والأبيض وهذا الشكل وهذا الشكل. سعرها فقط عند البيت الصيني 5000 دينار. هاي على 5000. زين، بالنسبة لهاي النشرة زين للركن الرمضاني، ترهم باب البيت، ترهم وين ما تخليها. ايه؟ سعرها 3000 دينار تقريبا، مترين. مترين تقريبا ما شاء الله. لاصقات ثلاجة. ايه؟ وباب سعرها 1000 دينار. عندك صواني رمضانية خشبية ازان. ثلاث قطع ب 15000. ثلاث قطع ب 15. هاي الفوق سيت. زين، دول كوكلاصات هسه احنا نصورها هناك بشكل. زين، هذا شنو هاي؟ مضيفة. مضيفة طابقين، واكو ثلاثة طابق، الطابقين 6.5 وثلاثة طابق 9000 دينار. زين، هاي شنو هاي؟ هاي ترهم للصاج او ترهم تخته 1000 دينار. 1000 دينار. تعليقة رمضانية سعرها 2000 دينار. زين، ذني شنو؟ مفاضة رمضانية سعرها 1000 دينار. خوش، هاي كلش عجبتني هاي التمرية، هاي كلش حلوة. هاي كلش حلوة هاي. هاي على 2.5 تمرية معدن ذهبي كلش قوية. التمرية اللي سعرها 4.5. هاي هم تمرية؟ اي 4.5. والله شوقتونا رمضان. هي ونشرتها ب 7.5. هاي؟ اي ما شاء الله ب 7.5. زين، هاي شنو هاي؟ انواع النشرات، هاي القطع تفهم للركن الرمضاني سعرها 1000 دينار. ايه هاي الصواني؟ مو صواني، بلم. هاي بلم حفر رمضاني سعره فقط عند البيت الصيني 9000 دينار. زين، هاي شنو هاي؟ هذا السيت اللي قلت لك عليه. هذا سيت كامل نفسه. هذا بيش هذا؟ 4.5، عرض خاص فقط عند البيت الصيني. 4.5 جديدة خلف المسبح مقابل الطاقة. زين، وهاي شنو هاي؟ هاي كلها شموع رمضانية ونشرات رمضانية على 1000 دينار. ما شاء الله. الفوانيس الصغير شوية كبير 1.5، الصغير 1000 دينار. الشموع أيضا 1000 دينار. وهاي شنو هاي؟ ترمز رمضاني طابقين. سعره 23. كلش حلو هذا. الزجاجي جبنا حد 10000. طبعا كميات نجيبها كمية كبيرة وتخلص عندنا. وهذا القوري ويا ذني؟ قوري ويا الفناجين مالته، اللي 4 فناجين 6000 دينار، واللي 6 فناجين 7.5. هذا كلش حلو هذا. 6000 دينار، انواع واشكال دي. شوفوا 6000 دينار. ما شاء الله. ولو تعبناك. لا بالعكس. العفو. ذن الاستكاين ذني. الفنجان العربي 3000 دينار. السعر الاستكان 3.5، وقلاص الرمضاني 4000 دينار. طبعا السيتات مثل ما تشوفون. هاي الصواني. صواني مكياج مضيفة، ترهم مكياج. الطابقين 15، 3 طابق 16000. كوش. لا بعد ما عندنا شيء هنا، خلصنا هذا الركن. خلينا نجي هنا، هاي الخلاطات شنو هاي؟ الخلاطات مناسبة رمضان. ايه؟ سوينا عليها عرض، الخلاط الصناعي سعره 17.5 فقط عند البيت الصيني. زين. ذني شنو؟ حاملة كنكس رمضانية. ايه؟ متوفرة، صدرية رمضانية متوفرة، الوقاية اللي يسموها او ماسكة الجدر متوفرة كلها على 1000 دينار. الحاملة 2000 دينار. ما شاء الله. ذني شنو ذني سمرة؟ الكوشات 1000. هاي كوشة رمضانية ب 1000 دينار. وجه المخدة 1.5. زين، هاي الدولكة. دولكة اللبن. ايه
2000 دينار. 2000 2000 دينار. والدولكة العادية 1000 دينار. 1000 دينار. طبعا وياها قلاصاتها، حابين هيجي حابين هيجي. القلاص الواحد بربع دينار. 4000. ذني شنو ذني التنقز صغار؟ موسم زكريا. زكريا بداية شعبان. 2000 دينار. زين. عمها زكريا بداية شعبان إن شاء الله. ذني همين على 3500. زين. ذني شنو ذني؟ شكر دانات عليها عرض 16.5. زين. حافظة قرآن. هاي الحافظة ما قرآن. زجاجية طبعاً وهديتها كلش حلوة سعرها 10000 دينار. ذني شنو ذني؟ شكر دانات وحافظات رمضانية. زين. كل شيء خصوصاً. هاي الصواني. متوفرة. زين. الكبيرة 3.5 والصغيرة 2.5. زين. اكو شيء هنا بعد عندك؟ حامل مالك لينكس ايضا رمضانيه سعرها 4.5. وهاي الفوق شنو هاي؟ ترامز مثل ما تشوف هذا هذا شنو ينسد؟ اي ينطبق والله شوفيني اياه تقدرين؟ هيك مطبوق؟ ها مطبوق هذا وهذا مفتوح. ليش؟ الكبير 7 والصغير 5.5. زين. كل ما يخص رمضان متوفر عندنا. مثل ما قلت لكم الصدريه الحافظه الشكردان. زين. بالنسبة لذني ولو انتي تشتغلين نبدي من هنا هذني بطل للعصير ايه؟ الكبير سعره 2000 دينار والصغير سعره 1500. زين. انواع الماعي ايه ماعي رمضانية هاي المواعين رمضان من الصغيرين 750 لحد 1500. هاي المواعين رمضان تبدي من ايش قد؟ من 750 ل 1500. ل 1500 ما شاء الله. زين. هاي شنو هاي؟ طواشيق وشوكات ايه؟ رمضانية سعرها 1000 دينار طبعا كلش حلوة. هاي على 1000 دينار ما رمضان كلش حلوة. أنواع الصواني تبدي من 750 حد 1500. من 750؟ هاي 750 تقدرون تراهمون الصينية وياها الدولكة وياها قلاصاتها كلش حلوة. هاي شوفوا أصدقائي هذا القاطع هذا خاص برمضان إن شاء الله مقبلين عليه بإذن الله. نعد عليكم بالافراح يوفض عوائلكم. هنا هذا خاص بالبيت الصيني باسعار جدا مناسبه وشغلات مال هاي السنه مال 2023. وين عنوانكم؟ بغداد جديده خلف المسبح مقابل الطاقه. طبعا ما متوفر خدمه توصيل. ما عندهم خدمه توصيل. لا. تعالوا هنا اي ابو تيك توك يدليكم. شنو هذا؟ هذا ماشين كامل كلش حلو. زين. اوفن. اوفن. خوش. حجمه صغير. حجمه صغير. ويا تريدين تحمين تريدين تقلين ايضا كلش حلوه. زين هذا؟ اي اي ومنه وبي غلايه. وهاي الغلايه همين؟ ما شاء الله. هاي هنا تخدر تخدير هاي مو بس غلايه تخدير. اي تخدير نعم. كامل. نعم تخلون الشاي وهنا تديرون مي من هنا؟ من هنا اي. وتنزل هنا يصفى. واضح. بيش هذا؟ سعره عرض خاص فقط عند البيت الصيني ب 35000. والله يا بلاش 35000. طبعا الحجم صغير. اي مو كبير. كلش صغير. كاسات سمراء. كاسات على 750 طبعا. 750 الاصلي مثل ما تشوفون. هاي الماعين على ربع. اي ماعون على ربع. اي ماعون بربع. العفو سمراء هاي شنو هاي؟ جذوره اي نعم متكرم من 6 قطع فافون هاي اي مغلون سعره فقط عند البيت الصيني ب 17000. زين. وعندنا الاكبر يصير حجمه كلش كبير اي بعناه ب 28000. ما موجود هسه؟ لا ما موجود خلص ان شاء الله حيجيبونه كبيره وخلصت. زين بالنسبه لهاي الجذوره هاي فافون مفرد تجينا هيك الشكل على 5 الاصغر 3 والاصغر وحده ب 5000 القطعه الواحده اي ايضا ثقيله عندنا هيك شكل 6.5 والاصغر 5.5 او 5000 دينار والاصغر جبناه ب 4000 دينار ايضا كلش ثقيل. بالنسبه للذني ذني ايضا فافون حجم صغير اللي بلا يده ب 10 واللي بي يده ب 12000. مثل هاي خلصان؟ لا خلصان عندي خلص كميه خلصان. زين بعد ناش عندك؟ عندنا بائر اكس الشوربه ايه للسوب ايضا سعره 6000 دينار الالوان وعندنا الفايروس الحراري الابيض اكو بستة واكو بسبعة. زين. وهاي بستة هذا اللي باقي عندنا بستة اللي سبعة خلصان. ذني هذا فافون يسموه بلازما كلش ثقيل وينطبخ ويتم عادي ما يلزق ابد. زين. متكون من 5 قطع
ويصير ناصع الفافون مالته سعره 38,000 هاي فقط عند البيت الصيني. وذني الفور؟ هذا ثقيل سيراميك الثقيل ايضا سوينا به عرض سعره 55,000. زين. هذا التيفال ايه عندنا الحجم الكبير 25 جبنا عرض خاص والاصغر سعره 15,000. وذني لونات؟ هذا ستيل. ايه؟ ستيل كلش ثقيل ستيلس ستيل مثل ما تشوف الوان الاحجام من 35 40 50,000. ما شاء الله هنا هواي شغلات انواع الجدور عندهم وراح تجيهم وجبه بعد الزياره ان شاء الله. وذني العفو. الطاولات عندنا اشكال عندنا الفافون عندنا الجرانيت وعندنا السيراميك وكل واحد وسعره يبدي من 5,000 لحد ال 12,000. من 5,000 لحد ال 12,000. ال 12,000. هاي مختلف الالوان والاحجام اكو صغار زين وكبار ووسط. كبيره كلش الغميجه ب 5,000 دينار. هاي على 5,000؟ على 5,000 دينار عرض خاص. ما شاء الله كل الشغلات هواي عندهم وراح تجيهم وجبه ثانيه بعد الزياره ان شاء الله البيت الصيني. وين عنوانكم سمرة؟ مرة جديده خلف المسبح مقابل الطاقه. مقابل الطاقه. الصواني سمرة؟ انواع صواني المكياج. زين. وصلتنا موديلات كلش حلوه والسعر فقط عند البيت الصيني ب 9,000 دينار بس. والصغيره ب 8,000. فقط عندك هاي كبيرة الدبل كلش سعرها 10,000 دينار. ما شاء الله. هاي هذا قسم الكوزمتيك مثل ما تشوفون من اكبر الاقسام الموجوده بالبيت الصيني. سمرة ذني شنو ذني تفاصيلهن؟ انواع العطور والمعطرات. اي العطور يبدي سعرها الصغيره والميني 1,500. زين. يوصل لل 7,000 وال 10,000. ذني قصدك ب 1,500؟ وذني ذني المعطرات 2,500 3 يوصل المعطر لل 1,000 دينار. ذني الكبار بيش؟ 7 11 10 مو سوى كل واحد. زين. وسعره والباكجات هذا الباكج الثامن 6,500. اي كلش حلو رجالي نسائي واكو 9,000 دينار مو سوى. زين بعد هنا هاي المعطرات يبدي من 3,000 ايه يوصل لل 1,000 دينار. زين ذني رغوة الحلاقة رجالي نسائي متوفر 3,500 4,500. ذني شنو ذني؟ اقنعة الوجه. ايه كل اشكاله كل فيتاميناته ب 500 دينار بس. 500 دينار؟ طبعا قناع وجه. وذني بدي الزيت. ايه سعره 2,500. طبعا هاي الاسعار ما تلقوها بغير مكان فقط عند البيت الصيني. ذني اصليات؟ كله اصلي. زين ضمان التجربة. زين وذني شنو ذني؟ انواع الصابون الطبي. زين النمش والبيكولاجين مثل ما تشوفون كله على 1,500 و2,000. يعني من 1,500 الى 2,000. وهاي سمرة انواع سيرامات البشرة والعدسات. طبعا العدسات عندنا سنوية اسعار كلش حلوة تبدي من 8,000 6,000 حد 5,000. انواع البودرات ايضا متوفرة من 1,500 حد 7,000 و5,000 دينار. زين بالنسبة لذني شنو؟ انواع الشامبوات وامبولات البشرة. هاي امبولة يسموها؟ هاي وهاي. بيش ذني؟ 7 امبولات ب5,000 دينار. زين هاي شنو هاي؟ سمرة هاي هاي كبسولة. إيه؟ كبسولة النظارة للبشرة تفتح كبسولة واحدة وتخليها على البشرة مغذية ومرطبة كلش حلوة. زين ذني عدسات. إيه؟ رموش والاظافر كل شيء متوفر عندنا. زين ماسكارات بالوانها. إيه؟ السوداء والالوان تبدي من 1,500 لحد 4,500. هاي كل هالشغلات المرة تخليها؟ بعد 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 صدق كذي عندك الاساسات ايضا والكونسيلر الله يساعدكم. ذني شنو ذني العفو؟ اساس وكونسيلر يبدي من 1,500 حد 7,000 دينار. طبعا منتجات اصليه اسعار حلوه وايضا مستعدين نجهز الجمله. انت تمشين اشرحي لي على واسعارنا بسعر الجملة. يعني يجي يجهز بسعر الجملة. هذا شنو هذا؟ شهد العسل. ايه؟ عندك جل الصبار
باشكال الصغير والكبير. ليش؟ عندنا ثلاثه وعندنا 1500 واثنين ونص ايضا متوفر. عندنا تبييض الفوري الكوري زين هذا ايضا 1500 1000 ونص و3 ونص و2 ونص و5000 دينار. انواع اللوشينات زين. انواع السكرابات وينهن؟ هذا سكراب ايه ومنظف للبشره مزيل الجلد الميت زين كلها متوفره. سيرومات البشره مثل ما تشوفون ايه كلها متوفره. ما ننسى العنايه بالقدم لني هذا مع الحمر زين. والباليتات الحمر السحريه احنا نبدي من هنا ونمشي. الحمر السحريه على 1000 على 500 دينار. ايه الحمر على 1000 ونص و1000 دينار. 1000 ونص و1000 دينار لاني كلهن طبعا قدام المراه العراقيه. اها نجيب 10000 بجوز دارها كل شيء تقدر تجهز. 10000 بس؟ كل شيء تقدر تجهز. الله يزيدكم. ذني هذا انواع الباليتات. انواع الباليتات وبلا شر الخد تبدي من 1000 ونص لحد 3 ونص. زين. بني. انواع السشوارات وصلت له وعرض خاص فقط عند البيت الصيني 5000 واللي سعره 35 سوينا عرض خاص 19000. على 15000 17 19 15 وحد ال 5000 عجانه. زين. طبعا نوعية أصلية والحجم تاخذ تقريبا كيلو كيلو ونص طحين والسعر كلش حلو فقط عند البيت الصيني ب 12000. 12000 عرض خاص ب 12000. 12000 هذا شنو هذا؟ هذا القوري اللي يصير على الشمعة. اي عرض خاص ايضا 6000 دينار. هاي الغلاية؟ غلاية كهربائية للقهوة سعرها فقط عند البيت الصيني ب 5000 دينار. على 5000 هاي شنو هاي؟ مضيفة. اي هاي مضيفة قطعتين سعرها 8000 دينار. 8000 دينار هاي الطابقين القفص الطابقين 15 ثلاثة طابق 16000 والطابق الواحد 4.5. هذا الماعون هذا البايركس. هذا البايركس 2000 دينار. 2000 دينار. عندنا سوينا عرض خاص الماعون الكرزات. ايه بلاستيك سعره 500 دينار. هذا على 500. نعم. وهاي الحافظة مال خبز 1000 ونص. هاي على 1000 ونص. ورق الزبده والتليفون على 1000 دينار. هذا الورق على 1000 زين. نعم. هاي شنو هاي؟ اها مكشارة سعرها 500 دينار. 500 دينار. مطارف الطفل سعرها 750. عندنا مفرش سلامة الله مفرش الثلاجة 750. انواع معين الميلامين اي 750 مال المقبلات 500 مال المقبلات هاي 750 مال المقبلات اي نعم 750. هاي الساعة الساعة عرض خاص 5000 دينار. 5000 دينار. خاطر توفرت عندنا الليزري عين واحدة سعرها 28000 والغازي ثلاثة عين سعره أيضا 28000. قاعدة ما ثلاجة ما البراد زين بيش هاي؟ 1000 وربع. هاي 1000 وربع. سيت خواشيك ايه 6 قطع 750. هاي السمرة خواشيك شاي قواشيك شاي بيش ذني؟ ذهبية والفضية 1000 ونص. زين 1000 ونص. وذني شنو هاي؟ بيش هاي؟ 2000 دينار. هاي على 2000 دينار. هذا المراية الشكل الثاني أيضا 2000 دينار. هاي 2000 دينار. مراياتي زين ذني بيش؟ 1000 ونص. ذني؟ ذني على 1000 ونص. شغلاتي حبيبي. هاي شنو هاي مال؟ هاي فرشة مال معجنات مال كليتشي هذا الشيء بيش؟ ب 1000 دينار. 1000 دينار. هذا؟ هذا سيت نصف شاي إيه؟ 3 احجام ب 1000 دينار. 1000 دينار. غلاية دلة فافون ايه ملونة تجي بيها لون بنفسجي واحمر ب 1000 وربع. بايركس تركي قطعتين بيش؟ ب 7.5. 7.5. هذا؟ هذا جدر بايركس تركي ايه ب 7.5.